قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحديث حسن صحيح عند الإمام الترمذي، وده يعني أجر اللي ولد صغير يموت له وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.